صبحكم الله بالخير جميعا. ناخذ جولة سريعة استطلاعية على جمع سوق الأسماك والخضار في حايل. نقول بسم الله. ما شاء الله. جولتنا اليوم الله يعطيها العافية مع الزبنة وليد الفهيد. يا هلا والله. الله يحييك. الله يعطيك العافية. الله يرضى عليك. جزاك خير. الله يبارك في أيامك. نبدأ إن شاء الله ونشوف سوق السمك هنا. كم فرع كم محل عندكم هنا في سوق السمك؟ والله محدود يعني هذا 4-5 محلات. في السوق. اللي في السوق. طيب هنا أول محل نبدأ نشوف إيش في عندهم. عندهم القباقب ما شاء الله تبارك الله يعني زينة زي من الدمام. البقية أسماك تونة وما تونة ومكرونة سردين وقاصة. كل الأسماك هذه حقت الطبق وتونة سردين. دنيس ما في هنا ها؟ ما عندهم دنيس. بس في سلمون وقروش. هذا المحل الأول هنا اللي في حايل. وفي روبيان. روبيان كم فلوس يا محمد؟ روبيان 60 ريال وهي 45 ريال. الآن حسب اللي شفناه في حايل في محلين في سوق السمك. المحل الأول شفناه قبل شوي وهنا المحل الثاني. الأسماك غالبيتها من الدمام لا بس جودتها مقبولة ما شاء الله. كم فلوس دينيس يا محمد؟ 40. كم؟ 40 ريال. الدينيس حق مزارع ثروات البحار واصل هنا سيف ما شاء الله كويس. السيباس البرمندي أيضا موجود. الجهة اللي هناك في سوق الأسماك والدواجن في محلين. من الشارع الثاني في تقريبا محلين برضو وعندهم ما شاء الله البلطي حق المزارع يعني يعتبر من أفضل الخيارات بعد الدنيس والسيباس. كم البلطي هنا حي يا محمد؟ محمد كم بلطي؟ لا عادي. كم؟ 22 ريال كويس. ما شاء الله 300-400 ها؟ 500 يدي 500؟ 500 ركب ركب يا جماعة 550 جرام. طبعا في حبات صغيرة وحبات كبيرة. هنا الثلاجة نشوف ايش في عندهم. يعني دخلت الان في واحد من المنافذ حق تبيع الاسماك. إذا شفت عين السمكة كذا أنحش. طبعا لو تلاحظون يحطون للأسف كميات ثلج كبيرة فوق عشان يغطي على الزبون وما يدري السمكة طازة ولا لا، لأن الناس ما تبغى تمسك السمك. شوفوا بالله السمكة هذه ما فيها أي ملامح من ملامح الطزاجة. عليكم السلام ورحمة الله. شوفوا ملامح الطزاجة كلها رايحة في السمكة. شوفوا العين، شوفوا الجسم كيف مهتري، صار حفرة هنا. يا شيم نتفرج عليها لأنها مقفلة فصاير لونها شوي أحمر على بني. فانتبه لا شفت السمك كذا اكشف وطلع اللي تحت. يعين الله حبايبنا في حايل. طيبكم وكرمكم معروف ما يحتاج دعاويكم واصلة، لكن والله إن عندنا الجولة السريعة اليوم وبكرة بإذن الله، وإن حصل فرصة فابشروا بالخير، الجايات أكثر بإذن الله. أبستشيركم في شغلة، هذا جامع الراجحي أغلبكم يعرفه، وهذا الشارع والله ماني عارف شو اسمه، لكن إيش رأيكم في الشارع هذا إنه يكون فيه فرع أسماك تبوك في شارع هذا أو في شارع تجاري وراء بعد؟ وإيش رأيكم فيه؟ أعطوني آراءكم إذا ما عليكم أمر.
غدانا اليوم إن شاء الله في مطعم جزيرة فرسان. جزيرة فرسان ما شاء الله تبارك الله. ما عندكم دينيس ها؟ دينيس لا والله. ليش ما تجيبونه طيب؟ ليش زعلانين عليه؟ ها؟ ليش ما ليش زعلانين عليه؟ الدينيس ما يمشي. ما عليه طلب ها؟ إيه. أبشركم جبنا الدينيس معانا وما قصروا المطعم هنا طبخوا لنا إياه. هذا ميفا. وهنا مقلي لأن معانا واحد يحب المقليات. وهذا سنجاري. أنا والله ودي أجرب هذا. يلا نقول بسم الله. والله الميفة اللي هنا اليوم إنه من ألذ الطبخات اللي كلناها. ولا إيش رأيك يا وليد؟ 100% لا والمقلي والسنجاري غير شكل. ما شاء الله شوف كيف ذايبة. ما من جوع والله. الدنيس حبيب الملايين. من ضمن جولتنا لليوم في منافذ بيع الأسماك مرينا على سوبر ماركت اللولو. طبعا يعتبر أكبر منفذ في الأسماك، عندهم نوعيات جيدة وأصناف متنوعة. وصراحة واللي زال لي أنا أن عندهم منتجات المزارع. عندهم هنا أسماك البرموندي أو السيبات سعرها جيد ممتاز جدا 19 ريال تقريبا 20 ريال. وأهم حاجة حبيب القلب موجود وجودته طيبة ما شاء الله وسعره 40 ريال. والحجم كبير تقريبا الحبة نص كيلو. طبعا هم ما يأخذون مننا دايركت لكن أنه اللي يروح للموزع اللي في الرياض ويجي بعدين هنا. فزين على بال ما نفتح محلنا عندكم مكان تأخذ مننا دينيس. ما شاء الله زينة حلوة ما شاء الله. معلومة مهمة، سمكة السيباس أو القاروص الآسيوي دائما تلاقي عينها لونها كذا حليبي أو لبني. هذا ما يعني أن السمكة ما هي طازجة، لا، لأن سبحان الله أول ما تحصل وتطلع من البحر وينحط عليها ثلج تقلب لونها. هي السمكة الوحيدة مع سمكة العربي أو البوري أو سمكة الحليب. هذه السمكتين أو ثلاث سمكات أول ما يجي الثلج عليها يصير لونها كذا. وهذا ما يعني انها ما هي طازجة، بالعكس شوفوا كيف خياشيمها ما شاء الله تبارك الله حمراء. انصح فيها وبقوة خصوصا ان سعرها 20 ريال ولا شيء، ارخص من الحاشي. يوم شافوني اصور الدنيس راحوا جابوا باقي الصندوق. شوفوا ما شاء الله تبارك الله يفتح النفس. مساكم الله بالخير جميعا. شفتوا جولتنا لليوم في مدينة حائل على منافذ بيع الأسماك. لما نتكلم وأقول منفذ بيع سمك معناته أي مكان يوفر المأكولات البحرية، سواء كان ركن داخل سوبر ماركت أو هايبر ماركت أو مطعم أو سوق سمك مركزي أو محل صغير لبيع الأسماك. وبأعطيكم تعليقي وجهة نظري كمتخصص في الاستزراع السمكي وكهاوي للمأكولات البحرية ورأيي في الوضع اللي شفته اليوم في حائل. تمام؟ وإن شاء الله بيكون في كم ملاحظة لأن في استفسارات جتني كثيرة سواء على الروبيان أو على الأسماك أو على أي كان. ففي كم ملاحظة ومداخلة بشرحها لكم بناء على تعليقاتكم اللي جتني. بدأنا جولتنا اليوم في سوق السمك المركزي مقابل سوق الخضار في منفذين لبيع السمك. مجرد ما تدخل السوق وتشوف أي سمكة تقول له إيش اسمها يقول لك هامور. إذا ها أخذت وعطيت معاي يقول لك هذه شعري، يعني يا هامور يا شعري انتهى الموضوع. ليش؟ لأنك بما أنك سألت معناته أنت ما أنت عارف نوع السمكة هذه، فمعناته يضحك عليه يقول لك هامور أو شعري. طبعا ما يقدر يقول لك كنعد لأن الكنعد عارفين الناس كلها ما في شوك ويجيك حلقات. تسألوا من وين السمك؟ أي سمكة في الحياة من الدمام، مع أنه 99.9 من السمك اللي موجود هناك مستورد ولا يرقى أصلا لمستوى السمك اللي موجود في حراج الدمام أو سوق القطيف نهائيا. الجودة ما نبغى نقول غير صالح للاستهلاك الآدمي بين قوسين.
نوقف عند كذا. الشيء الكويس اللي لقيته عندهم هناك سماك دنيس منتجة من مزارع شركة ثروات البحار، لها 3 أيام من إنتاجه. لو فكرت أني بشتري من عندهم بجيب كيس أنا معاي وافتح الصندوق أخذ السمكة وانحاش، وحاسبوا عليها طبعا قبل. ليش؟ لأن مكان التنظيف لو أخذت سمكة كويسة نظيفة ونظفها في مكان التنظيف. وبعد في شغلة ثانية، عندهم قباقب كويسة، قباقب جاية من الدمام، هذه فعلا جاية من الدمام، بس الغالبية فيها ذكور فما فيها لحم، فأرمشها شوي ما في مشكلة. بعدها في محلات حول السوق برا متوسطة لا بأس، عندهم صراحة حاجة كويسة، البطي المنتج في مزارع حائل، بطي المياه العذبة سعره معقول، السمك طازج زي ما شفتوا، أحجامه حلوة. برضو لو حصلوا أني بأكل سمك بأخذ منه، ما عندي أي مشكلة، بس نفس المشكلة اللي موجودة في السوق موجودة برا. يعني تخيل جيت سألت الموظف قلت له أبغى دينيس، قال لي هذا وريني السمكة لونها أحمر، يعني معليش والله 9 سنوات في الجامعة وأنا ما بقيت عرق في السمك إلا شرحته يعني، فلا لا. قلت له هذا ما في دينيس، قال لا دينيس هذا يجي من تركيا ما في كويس، هذا دينيس حق بحر هنا. لما أقول لكم بلطي ومزارع، ليش أنا قاعد يعني أأيد منتجات المزارع السمكية؟ بعدها مرينا على منافذ بيع أسماك بعيدة عن السوق في وسط المدينة. واحد من المنافذ شفتوا السمكة اللي صورتها عندهم وقيس عليها كثير، واضح الموضوع طبعا ما نقدر نوضح أكثر من كذا. بعدها مرينا على مطاعم الأسماك، في صراحة مطاعم أسماك مميزة راقية، الأسماك عندهم جودتها متوسطة فما فوق، طرق الطبخ عندهم ممتازة، ولكن الأسعار شوية غالية مقارنة بالجودة، فهذه يبغى لها إعادة دراسة المطاعم هذه. المطعم اللي تغدينا فيه اليوم ما شاء الله تبارك الله 10 من 10، أنا أقول 10 من 10 وأنا قد الكلمة هذه 10 من 10. الأسماك اللي عندهم لا بأس فيها. بعدها مرينا على الهايبر ماركت، والحمد لله لقينا عندهم منتجات المزارع السمكية من أسماك وربيان بجودة ممتازة وأسعار تنافسية، وهذا شيء يحسب لهم صراحة. الشيء اللي مستغرب منه في حائل، ما لقيت ربيان بحري بجودة مقبولة يباع، مع أننا إحنا في نهاية موسم الروبيان وموجود بكميات لا بأس فيها في الدمام والقطيف في الحراج، وممكن إنه التجار يجيبونه من هناك ويوفرونه في مطاعم أو منافذ البيع في حائل. فموضوع الروبيان لازم نشوف له حل إن شاء الله. ناس كثير بتزعل من كلامي لما أوجه الناس لمنتجات الاستزراع المائي، أحب أقول لهم إن في البداية صناعة الاستزراع المائي هي مستقبل الأمن الغذائي في المأكولات البحرية، هذا الموضوع لا شك فيه ولا غبار عليه. وانتوا شفتوا بأنفسكم اليوم أن منتجات المزارع السمكية حتى وإن وجدت في الأسواق اللي تكون الفئة المستهدفة فيها العمالة وما دون، تجدها بأفضل جودة، وهذا يرجع لإيش؟ يرجع لعمليات التشغيل اللي تتم في المزارع السمكية أثناء فترة نمو الأسماك هذه أو المنتجات السمكية، وأثناء مرحلة التعبئة وصولا إلى العميل في مرحلة النقل. وانتوا شفتوها بأنفسكم في سنابي، ما أتوقع خبيت عليكم شيء. متى نلاقي منتجات المصيد البحري بجودة ممتازة عندنا هنا في السعودية؟ نلاقيها في المدن الساحلية على البحر الأحمر أو الخليج العربي، في الأسواق المركزية أو حراجات الأسماك، ولكن السعر ثم السعر ثم السعر راح تلاقيه شوية غالي. ليش؟ لقلة المعروض وزيادة الطلب، يعني الناجل يوصل بعض الأحيان كيلو إلى 150 ريال، يمكن أهل جدة وأهل جيزان وأهل الساحل القنفذة وما حواليها
يعرفون الكلام هذا ويعرفون الأسعار هذه. يمكن عندنا في تبوك أشوى شوي على 60 و70 ريال. والموضوع إن شاء الله ما هو صعب، راح نبدأ إن شاء الله في حائل وصولا إلى باقي مدن المملكة بإذن الله. الموضوع ترى ما هو من عندي ولا من عند أسماك تبوك، لا، الموضوع خطة موجودة في رؤية 2030 قائم عليها برنامج اسمه البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية. المستهدف فيه بإذن واحد أحد أنه يكون الإنتاج من جميع مشاريع الاستزراع المائي والمصيد البحري 600,000 طن، وإحنا الآن في 2020 وصل الإنتاج إلى 100,000 طن. فهذه خطة وطنية قائمة، ولكن بكم وبتعاونكم إن شاء الله تستمر ونوصل لأهدافنا بإذن الله تعالى. طولت عليكم، أشوفكم على خير إن شاء الله.